النظام ده وجوده خطر على الوطن وعلى المواطن. حسينا بان النظام ده اذا ظل موجود ما بيعيش حيتوفر، ما بيصحه، ما بتعليم، ما بيحيح كل شيء. قلنا لاتي نحن كهنطلع وحنتكلم وحنخش السجن وحنضرب وحنعتقل وكل شيء في سبيل الوطن، ما في اشكال. ما دام اصلا الوطن بينزف نحن حنلبي النداء، وانا قلت تسقط بس، واذا كلمه تسقط بس بتريح النظام وبتعذبه، حنقول تسقط بس، وحنقول تسقط، وحنقول الشعب يريد اسقاط النظام، وحنقول حريه سلام عداله ديمقراطيه، وحنقول الثوره خيار الشعب هدف، ما في تراجع. لو في موت مرهب، لو في اعتقال مرهب، كل شيء مرهب. نحن ابناء الشعب والوطن ناجح، لا بد ان نلحق وان نعالج. حريه سلام عداله والوحده خيار الشعب. حكومه العسكر تسقط بس، حكومه الشعب.